السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى الجميع بخير وسلامة. اليوم راح نكمل محاضرتنا. تتذكرون من أخذنا بداية الفصل الثاني أخذنا الترانزستور المجالي، وعرفنا أنه راح يتكون من نوعين أساسيين، اللي هو النوع الأول اللي هو Junction Field Effect Transistor، وأخذنا كل تفاصيله حتى التكبير مال الإشارة. وبدينا ذاك المحاضرة بالنوع الثاني اللي هو كان الميتال أوكسايد سيمي كوندكتر. الميتال أوكسايد سيمي كوندكتر وعرفنا أنه الميتال أوكسايد بي نوعين، بي نوع ديبليشن وبي نوع إنهاسمنت. الديبليشن أخذنا محاضرة السابقة، هل اليوم راح نأخذ منه الإنهاسمنت التعزيزي، إنهاسمنت تايب ميتال أوكسايد سيمي كوندكتر. راح نأخذ الكونستركشن وراح نأخذ الوركينج ماله اللي هو التركيب أو البناء مالته، وراح نأخذ طريقة عمله. تذكرون احنا كان حتى عندنا بالديبليشن كان عندي عبارة عن طبقة بي تايب وعندي ان تايب وان تايب، واحدة منهم راح تكون للسورس واحدة راح تكون للدرين. زين الجيت تعرفون كان اكو مادة عازلة اللي هي الاس اي او 2 اللي هي مادة العازلة، بعدين تجي الميتال اللي هو يربط لنا الجيت الاطراف مع السورس والجيت والدرين والسبستريت. وعرفنا انه هذا السبستريت ممكن نربطها مع السورس حتى يعني نقلل الاطراف بدون ما نحط مصادر اضافية. زين الفرق هنا نقطة كلش مهمة، فرق الديبليشن على الانهاسمنت، هم اثنين هم ميتال اوكسايد سيمي كوندكتر. ليش؟ لكون بهم ميتال اللي هي المادة المعدنية اللي تربط الاطراف، وسيمي كوندكتر اللي هو كله سيليكون، وأوكسيد اللي هو هذا المادة العازلة. فإذا كلا النوعيتين هم عبارة عن ميتال أوكسيد سيمي كوندكتر، لكن ذاك الديبليشن هذا إنهاسمنت. الإنهاسمنت بي شغلة جدا مميزة، إنه أنا عندي القناة اللي تربط ما بين الإن السورس والدرين هذه ما موجودة بالبداية. يعني أول ما الترانزستور بدون ما نربط عليه مصادر هذه القناة ما تكون موجودة، على عكس الديبليشن كانت لا، القناة هي موجودة بالبناء بالتكوين. ما احنا عندنا حاليا construction اللي هو البناء، الديبليشن بي قناة by default، الانهاسمنت لا ما بي قناة، احنا راح نسوي القناة عن طريق ربط مصادر. فانا عندي هاي القناة اللي تحتوي على الكترونات حرة ما بين السورس والدرين والتيار الاي دي، هذه بالبداية غير موجودة، هاي تذكروها جدا. زين حالة الديبليشن موجودة، ولهذا راح نشوف انه هذا النوع من الترانزستور يفرق كثير عن البقيه. يعني انتم شفتوا بالبدايه كان اكو تقارب قوي ما بين الجيفت والديبليشن، الاثنين يستخدمون منه يستخدمون الشوكلي ايكويشن لرسم الترانسفير كيرف، في حين هذا الانهاسمنت لا، هذا هو غير قوانين. ليش؟ لكون الشانل هذه القناه الشانل غير موجوده ما بين السورس والدرين. اذا اول شيء نسوي فروقات، الأقرب هم عبارة جيفت والديبليشن هم متقاربين، اثنيناتهم يستخدمون الشوكلي إيكويشن لرسم الترانسفير كاركترستيك، لكن هذا النوع الثالث هذا جدا غريب وما بي قناة بالبداية. زين بعد أشرح نشوف إنه هذا النوع من الترانسستور تمام راح يكون طبعا استخداماته جدا كثيرة هذا الترانزستور. فراح نشوف انه شلون راح نبني هذه القناة، راح نشوف شلون راح تنبني هذه القناة. لو تشوفون انا راح ابدي تكلمت مسبقا انه انا القناة راح ابنيها عن طريق ربط مصادر. فاول مصدر راح اربطه اللي هو الفي جي اس، هذا فلتي ما بين الجيت والسورس حتى اولد القناة. ليش؟ لان الكون القناة يسيطر عليها هي الجيت، فراح اربط مصدر ما بين الجيت والسورس اللي هو الفي جي اس. زين متفقين. راح نجي ناخذ هذا الجزء ونمثله بهذا الجزء، بمعنى انا عندي الجيت، هذه الجيت، هذا الميتال اللي هو هاي الطبقه الميتال، بعدين تجي الماده العازله الوردي الاوكسايد، هاي مثلناها بهاي الماده المخططه افقيا، هاي الماده العازله، بعدين تجي طبقه البي او هاي الطبقه مهم معدنيه اللي هاي بالاسفل. اصبح عندي على شكل متسعه، لو تلاحظون انا عندي بليت ومادة عازلة وبليت، هذا اصبح عندي عبارة عن شنو؟ متسع، وعندي مصدر جهد. فاذا اصبحت الشغلة عبارة عن متسعة اللي تمثل لي الجيت والمادة العازلة والسبستريت اللي نفس الطريقة ممثلة متسعة. هاي الشغلة ليش نعملها؟ حتى نولد القناة، لكون القناة بالبداية غير موجودة. زين نرجع،
فايش راح يصير مره بطل مصدر الفي جي اس؟ ايش راح يصير؟ هذا البليت اللي بالاعلى راح يصير عنده شحنات موجبه، البليت اللي بالاسفل شحنات سالبه طبقا للمصدر. زين، ايش راح يصير؟ انا عندي هاي طبعي كلها، ايش راح يصير عندي؟ انا الغايه انه اولد قناه، بما انه هناك وعندي شحنات موجبه، ايش راح يصير؟ الالكترونات اللي هم اقليه، الالكترونات اللي هم اقليه بهاي البي تايب راح ينجذبون الى الاعلى، الالكترونات راح ينجذبون الى الاعلى، على عكس منه الهولز راح ينجذبون الى الاسفل. ليش؟ راح ينجذبون على الاقطاب السالبه، الالكترون ينجذب على الموجب والهولز مبركونه موجبه تنجذب على السالب. فايش راح يصير؟ كانها منطقه تبادل. فايش راح يصير؟ هاي المنطقه القريبه على السطح، هاي المنطقه اللي تحت الوردي، هاي راح يصير شنو؟ يصير بيها تبديل بالقطبيات مالها. فايش راح يصير؟ الاقليه اللي هم الالكترونات اللي بداخل البي سبستريت راح يصيرون هم الاغلبيه بهذا الجزء. ليش؟ كلهم راح يتجمعون تحت الجيت، والعكس بالعكس، هاي المنطقه كلها راح تتجه من الهول. فايش راح يصير؟ هاي المنطقه راح تتغير من بي تايب راح تصير الى ان تايب. ليش؟ احنا ايش نميز البي تايب عن الان تايب؟ البي تايب هم الاغلبيه هولز والاقليه منه الكترونز، والعكس الان تايب هو الاغلبيه الكترون والاقليه هولز. فانا ايش راح يصير عندي؟ بما انه الالكترونات كلها تتجمع بهاي المنطقه تحت الجيت، فراح يصير الاغلبيه هي عباره عن الكترون، فراح تصير تتحول هاي المنطقه من بي تايب راح تتحول الى ان تايب، وهاي العمليه نسميها الانفرشن. انا متكونت عندي بالنتيجه النهائيه، متكونت عندي هاي الان تايب، ايش راح تكون عندي؟ راح تكون هي عباره عن القناه. اذا بالمحصله نوع الترانزستور انهانسمنت هو ترانزستور لا يحتوي على قنوات، وان هذه القناه تولد عن طريق ربط مصادر. زين، فاذا نحتاج الى جهد معين حتى اولد القناه، حتى اعمل عمليه تغيير بالاقطاب وازحف الالكترونات الى الاعلى وادفع الهولز الى الاسفل واغير طبيعه السيمي كوندكتور من بي تايب الى ان تايب، هاي العمليه نسميها انفرشن اللي هي تحويل. من تحولت صارت هاي المنطقه العليا، هاي القريبه الى السطح، صارت قطبيتها من نوع ان تايب، هي صارت القناه اللي راح تربط ما بين الان وال راح تربط له هي الصله القطبيه ما بين الان وال وال ما بين السورس العفو والدرين. مثل ما تلاحظون انا بالبدايه كانت ما عندي، بعدين صار عندي شنو؟ هاي الان اللي هو السورس، وهذا الان الثانية اللي هي الدرين، اصبح عندي قناة اخرى. طيب مين يتكون عندي قناة اللي من نوع ان، وهنا عندي بي اش، ايش راح يتكون عندي؟ راح يتكون عندي منطقة استنزاف، اللي يكون اي ارتباط ما بين ان تايب مع البي تايب راح يتكون عندي منطقة استنزاف. اتمنى تكون هذه واضحة. زين، اذا وجود القناة يعتمد على المصادر. زين، راح نتكلم بعد انه هذه القناة. زين، اكو شغلة لازم نعرفها. احنا قبل شوية ذكرت ان انا عندي راح اجيب مصدر في جي اس راح اربطه حتى اولد هاي القناة. زين، المصدر ايش قد فولتيتو؟ زين، اذا لازم اكو حد معين حتى يولد لي القناة، اكو يسموها فولتيت العتبة، فولتية العتبة، او يرمزوا لها برمز في تي، فولتية العتبة او يرمزوا لها برمز في تي، اللي هي هذه فولتية العتبة. زين، هاي الفولتية هي قيمة الفولتية اللي لازم تصلها قيمة الـ VGS حتى تولد لي قناة قادرة أن تولد لي تيار ID. إذا نعيدها، هي فولتية العتبة اللي هي منقل كلمة عتبة معناتها إلى حد معين، تمام؟ فهي الفولتية اللي راح نصلها، تصلها منه؟ تصلها الـ VGS. أنا قد يكون VGS زائد نص فولت، قد تكون غير كافية لتوليد القناة. زين، قد تكون مثلا الفي تي 2 فولت، فانا لازم اصل في تي 2 فما فوق، الفي جي اس 2 فما فوق حتى اولد منه، اولد القناه. وطبعا من تولد القناه راح يصير عندي تواصل ما بين السورس، اسم قناتي يعني، مرات ربط ما بين منه، ما ربط ما بين السورس والدرين، حتى تمشي الالكترونات تولد تيار الاي دي ويشتغل الترانزستور. اما اذا الفي جي اس ما وصلت عندي الفي تي، اذا القناه ما موجوده، تيار الاي دي ما راح يتولد. هذا اول جزء.